هل فحص الانبادي فحص دقيق، وهل ينفع اعتمد عليه لوحده كطريقة رئيسية لمعرفة النتائج بتاعتي، وازاي اقدر اميز بين الانبادي الحقيقي والانبادي غير الحقيقي؟ الانبادي يعتبر من افضل الاجهزه كماركه موجوده في السوق، ودي من افضل الماركات اللي بتعطي افضل النتائج. طبعا في اجهزه تانية كتير برضو الجوده بتاعت النتائج بتاعتها بتكون كويسه. الانبادي في الاساس بيعطي لنا نتائج عن الوزن والوزن المثالي ونسبه الدهون والسوائل والعضلات اللي موجوده في الجسم بتاعنا. طيب ازاي احصل على نتيجه كويسه، وازاي الانبادي يعطيني نتيجه او افضل نتيجه؟ اول شيء لازم اقف على الجهاز بشكل صحيح وامسك القطع بتاعه الجهاز بشكل صحيح. تاني شيء لازم اكون متوقف عن الرياضه مده 12 ساعه على الاقل. الحاجه الثانيه لابد ما يكونش الفحص قبل وقت الدوره مباشره ولا اثناء الدوره الشهريه عند السيدات، لازم يكون تقريبا في نفس الوقت اللي متعود عليه، لان القراءه في الصباح هتختلف عن في وسط اليوم، هتختلف عن نهايه اليوم. لازم كمان اكون مستخدم تقريبا نفس الملابس في كل مرة، يعني ما ينفعش مرة اكون لابس ملابس خفيفة المرة التانية لابس جينز وجاكيت، فطبيعي راح يأثر على القراءة بتاعتي. في كتير من الاشخاص مش بتاخد في الاعتبار النقط ديت، فلذلك ممكن يلاحظ او يحس ان الانبادي مش قاعد يعطيله قراءات بالشكل الدقيق. الاهم كمان لازم قبلها من 3 ل 4 ساعات اكون موقف الاكل والشرب عشان اعرف وزني الفعلي او وزني الحقيقي. اذا طبقت كل الشروط دي فتاكد ان قراءه الانبادي بتاعتي هتطلع صحيحه بنسبه 99 ل 100%. المشكله ان في بعض الماركات او بعض الاجهزه اللي بتكون بتشتغل عن طريق التخمين، يعني مش بيكون جهاز قايم على فكرة جهاز الانبادي. جهاز الانبادي اصلا فكرة العمل فيه ان هو بيشتغل عن طريق المقاومة الكهربية او التوصيل الكهربائي، يعني بيمر تيار كهربائي في الجسم بتاعي. طبعا في اشياء في الجسم بتختلف سرعة توصيلها للتيار الكهربي، يعني مثلا الدهون هتوصل التيار الكهربي بمقاومة معينة، البروتين، بقية العناصر اللي موجودة في الجسم بتاعي بتوصل التيار الكهربي بشدة معينة، ومن خلال بعض المعادلات الرياضية بيقدر جهاز الانبادي يطلع لي القراءات. الاجهزة اللي هي بتكون التانية اللي ما بتعطيش اصلا قراءة حقيقية بتكون عبارة عن برنامج كمبيوتر او سوفت وير بيطلع قراءات تخمينية، وده سهل جدا ان انا اكشف الجهاز ده بحاجات بخطوات بسيطة جدا، بمجرد موقف على الجهاز مش ماسك القطع كويس، لابس شراب او سوكس بيعطيني قراءة. انما اجهزة الانبادي لو انا ما وقفتش اصلا على الجهاز بشكل صحيح لابس سوكس او لابس شراب ما بيطلع ليش قراءة اصلا، وبيعطيني ايرور على الشاشة ولابد ان انا اعيد الفحص مرة تانية. انما الاجهزة التانية بتعطيني قراءة في ايا كان الوضع بتاعي وايا كان الحل بتاعي. اذا اعطاني او في اختبار ممكن نعمله، اذا كررت الفحص في نفس الوقت مرتين وطلع قراءات مختلفة تماما، فاعرف ان الجهاز اللي انت بتستخدمه جهاز قاعد يعطي قراءات تخمينية وليست قراءات قائمة على فكرة او مبدأ التوصيل الكهربي. اخر نقطة، كل قد ايه لازم اعمل الانبادي؟ ممكن نعمله مره كل اسبوع او مره كل شهر او مره كل اسبوعين، يعني اعطي مجال لجسمك ان يكون حصل فيه تغيير. طيب هل اعتمد بس فقط على قراءه الانبادي؟ لا، في مؤشر مهم جدا التغيرات اللي بتحصل في الجسم بتاعنا، المقاسات. اذا المقاسات بتاعتك قاعد تشوف فيها تغير، بجيب الشريط بقيس محيط الخصر، الاماكن اللي فيها تجمع مثلا الافخاد الذراعين، بقيس كل شهر مثلا اذا في تغير عندي في المقاسات، ده دليل واضح بدون الانبادي بيقول لي ان فعلا مقاساتي قاعده تتغير، فبالتالي الدهون بتاعتي قاعده تنزل. ده بيكون مؤشر دقيق لكتير من الاشخاص اللي مش متوفر عندهم جهاز الانبادي.